صيام مدني شامل الآن في عدن كامل، مشلينا الحركة كامل. اللي قالوا جهال نقول لهم اليوم نحن أصحاب الكلمة في عدن، حتى اقتلاع فساد الحكومة ونثبت كلمتنا. نحن أبناء عدن، هنا أبناء عدن، هنا أصحاب الطيعان اللي حرروا عدن. طبعا الآن مباشر من مديريات البريقة التصعيد الشعبي والانتفاضة الشعبية الجنوبية، والعصيان المدني قائم وناجح الحمد لله من أول يوم، رغم انه الكثافه الحمد لله يعني الناس تجي الان وتتوافد الكولا، لكن المحلات وزعنا كثير لاوراق عشان تقفل، لكن بعضهم احترمونا بدون اوراق. الناس فاهمه والشعب تعاني، وهذه رساله احنا نتمنى من جميع الحرار المشاركه. كامل كامل ولا محل مفتوح. الحمد لله العصيان ناجح، والان وهذه الطوابير، ها طوابير البترول، شوفوا الازمات، شوفوا كيف التسويق الشر في عدن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ها شوفوا، ها محطات تاجر، ها مقفله، واقسم لكم بالله يمكن النفط المحسوب ليه كله موجود بسوق السوداء، تجارة واضحة. هذا سوق بنافع، ها ها فقط الصيدلية بس سمحنا لنا تفتح. اي حاجة تضر بالمواطن نحن ضده، نحن بس نشي نوصل رسالة وضغط على الحكومة. قلنا لكم اليوم غير الامس، اليوم غير الامس، ابناء عدن احرار، واتمنى جميع من جميع مديريات ان شاء الله يوصل صوتنا ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والاحرار الان توافدوا الجولة. دعمكم بالله يا شباب، دعمكم اشتي رسالتنا توصل للجميع باذن الله. معلق انا هنا، صورت هنا او هنا الله بزاف سكتة هنا. حياك يا ابوي، حياك يا علي، حياك. إلا العلم. المحلات. أشكركم يا شباب المحلات. أحسن ناس. والله العظيم. موجود. أبشر.